نورا قالت لي انك تدين البيت. اي بسافر دبي بقعد عند امي. انا معك، روحي غيري جو لان جو البيت وايد حزين، احسن لك تسافرين. الشهر انا بسافر بشكل نهائي. شلون يعني؟ ما فهمت. ما له داعي ناجل الموضوع اكثر من كذي. اللي خلاني اصبر وفاه ياسمين، والحين ياسمين صار لها شهرين متوفيه، قعدتي بالبيت ما لها اي داعي. بس انا اشوف ان الوقت الحين مو مناسب عشان اتكلم. تاجيل الموضوع ما راح يقدم ولا راح ياخر بالشهر. خلني انفصل بكل هدوء وهدك انا قبل لا تهدني انت. انا ما راح اهدك يا دانا، ما راح اهدك. بتهد اريام؟ انا اشوف الحين الوقت مو مناسب، انا نفسيتي بشار لو سمحت خلني انفصل بهدوء. دانا ليش قاعد تسوي كذي؟ لأنك بكل بساطة تحب غيري، وأنا ما راح أرضى إني أكون على الهامش بحياتك. الريال اللي يحب غيري هذا مو رهيب، واللي يجبرني إني أحارب عشان أحافظ عليه ما أعتقد إني بحاجته. وبعدين أنا ما أشوف سالفة الاختيار بالنسبة لك وايد صعبة. أنت تحب أريام، تحب أريام وعمرك ما حبيتني، فشي طبيعي انك راح تختارها هي. شوفي دانا، انا ما راح اخليك تسافرين، انسي موضوع السفر اوكي؟ دانا وين رايحة؟ بسافر. بعدين معاك دانا، مو خلصنا من هالموضوع؟ نورا أنا بعد بشهر بروح أقعد بدبي عند أبوي. اليوم حجزت تذكرتي. بشهر يدري؟ لا ما قلت له عشان ما يمنعني عن السفر. بعدين أنا أشوف إن هذا أحسن لي وله. ولا تحاتين، راح أوفر عليه الإحراج، أنا ما أبي منه شيء. أيوة ترى أنا قدمت استقالتي بالمدرسة وسيارتي بعطيها حق عمتي، وكذي ماكو شيء بيربطني بالكويت غير ورقة طلاقي. نورا بليز قولي حق بشار يدز لي إياها بأقرب وقت. دانا وأنا أنا أحتاجك هني يمي. حبيبتي أنتي لا تحاتين، ما راح أنسى ذكرياتنا الحلوة والأيام اللي عشناها ويا بعض. بعدين مهما صار بتلمين أنتي أختي. أنا لا تخليني متروحين. بس حات دانا. دانا لحظة بكلمك. أنا كنت متأكد راح أحصلك قبل لا تسافرين، بس كلش ما توقعت تسافرين من غير موافقتي. بشار كل شيء بيننا انتهى. أنا بسافر دبي وبقعد عند أبوي. دانا أنت ايش قاعد تقولين؟ بكل سهولة بتهديني؟ إي بهدك. بهدك قبل لا تهدني. وبريحك من الحيرة اللي انت فيها. وبالمرة ترى انا خذيت عنك القرار الصعب اللي انت كلش ما كنت قادر تاخذه. بس انا عمري ما فكرت اني اهدك. بشار خليك جريء وواجه نفسك.
انت تحبها وهي تحبك. وانت تحبيني. بس انت ما تحبني. اقول لك شيء؟ خلي ذكرى بحياتك. بشار، خلينا ننهي هالسالفة بكل هدوء. وانا ما ابي منك غير شيء واحد. هدز لي ورقة طلاقي. بشار وعدني انك رح تدز لي اياها. انا ادري اني اذيتك معي. بس صدقيني ما كان بيدي. Mm-hmm.